أبو ريم من الطائف. نعم. وليد من الطائف، تفضل. أبو وليد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. لو تكلمت أبغى أكلم الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ، تفضل. يا شيخ أنا أسكن ساكن في الطائف وأبعد عن الميقات تقريبا 10 كيلو. أحرمت من البيت ونويت بالعمرة من البيت وأحرمت وتعديت الميقات، ما وقفت في الميقات ولا صليت ولا شيء. هذا السؤال الأول. تفضل يا شيخ. نعم لا بأس تحرم قبل الميقات، وإذا مررت بالميقات يعني تغتسل وتلبس ملابس الإحرام، ثم إذا مررت بالميقات تلبي، ولا هو بلازم أنك تقف وأنك تصلي في الميقات، ما هو لازم هذا. المهم النية، أنك تنوي عند الميقات الدخول في النسك والشروع في النسك. نعم. السؤال الثاني. لا لو سمحت يا شيخ، أنا لو يعني يوم وصلت عند الميقات ما لبيت ولا قلت له شيء، ما على طول خلاص أنا ناوي من البيت، بس يوم تعديت بالميقات احنا ناوي في ما هو بلازم. طيب ما هو بلازم يا أخي، ما هو بلازم، قلنا لك ما هو بلازم، يكفي النية إذا نويت يكفي.